المسند الحين خايف مني في الشوط. الإنسان مشاعر وأعصاب ومواقف. كنتم متوقعين الفوز هذا ولا؟ والله الحمد لله. وناصر بن حشيهان للحين موجود، ما يبين على الشاشة لكنه من خلف. قال لي يا أخي أنت غنيت وايد عن الهجن، فليش ما شريت لك شيء دخلت السباق؟ كلمت أخوي بخيت من قريعة أتذكر، قال لي خليك بعيد أحسن لك. بعض المرات نتصل في مواضيع النات تخصنا الهجن ولا يردنا عليه. فيني من غرامات السنة اللي راحت. مساكم الله بالخير ومشاهدينا الكرام، حلقة جديدة متنوعة، سباقات، أخبار وفن، لكن الانطلاقة مع قبل السباق. جاهز؟ عفو عليك، أجيك للحين الشمس ما طلعت وجايك الحزة ما بجاهز. الله يوفقك، فاك الناموس. أي شوط مشارك فيه؟ شوف عن مسند وسحيم يطالع فيك ويضحك، شكله ناوي لك على نية. مسند الحين خايف مني في الشوط. ما لومه ما حتى ما مر علينا سريع كذا، متخوف. يعني اليوم نشوف الأجواء هذه، يعني من سماها قال أجواء مهرجانات، أنت إيش رأيك؟ إي بالله صادق، جو حلو الحمد لله، وخفت الحارة الأولية. تسعيره الله يطول عمر الشيخ تميم بن حمد، ما قصر، داعم الركض وداعم هذا الركض بالمهرجانات وبالتسعير وبالسيارات، وكلنا يتري توفيق من الله. مع انطلاقة الشوط تنطلق الإثارة والحماس، ونقول فالهم الناموس. ينطلق هذا الشوط الأول الرئيسي بسم الله وعلى بركة الله، ولكن الدوحة الظبي تهانينا والناموس لمالك الدوحة صالح بن محمد بن سعيد النابت، تهانينا والناموس. سعيد بن محمد النابت مع الدوحة، ويقول لكم ناموس. تستاهل خير وعافية. الشوط الرئيسي شوط التسعيرة، شوط السيارة، ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني انتم ضربتوا أول الأشواط. الحمد لله، توفيق من الله. شو اللي صار؟ كيف صار؟ شو العلوم اللي صارت؟ والله الحمد لله، شوط قوي، وانطلقت الناقة مع الحلال كله قوي، وقامت في المؤخرة والحمد لله لحقت على يدها، يوم طلبنا منها تجاوبت. كنتم متوقعين الفوز هذا ولا؟ والله الحمد لله. يعني كان لا الحمد لله. اليوم جبنا أسامي كبيرة كانت موجودة، وأسامي صعبة، وشوط رئيسي، شوط تسعيرة، شوط سيارة، يعني كيف كان الوضع وكيف كانت الصعوبة؟ والله هذا الشوط كله محتسب له، شوط قوي، الأسماء كلها قوية. أقول لك أول شيء يعطيك مليون عافية، أدخلت الفرحة على وجه الشباب هذول كلهم، يعني حريص اليوم الشباب يكونوا موجودين، يعني ليش؟ يعني الشباب ما شاء الله عليهم، يعني شباب المستقبل وعادهم صغار. هذه تراث الآباء والأجداد، نبغيهم يتعلمون. جميل هذه المشاعر. نشوف الأب والواد أبو محمد، صبحك الله بالخير، أشوفك تسلم على أبو علي صاحب الدوحة اللي خذت المركز الأول وتبارك له. يهنيه ويبارك لنا وله وجميع المسلمين. اللهم آمين. أبو محمد يعني موجود ودريت إنه، وعلى طول اتصلت عليه، يعني حتى لحد الحين ما بدأ شوط. أنا لازم إحنا اللي يأخذ الأول مبارك له مهما كان من هالريش، كلهم ما نخذ أول منهم باركنا له، ولو هو سابقنا باركت له.
الله يتم هذه المشاعر الطيبة ولا تتغير بينكم، وهذا ما يميز رياضة الهجن. الحمد لله. طيب اليوم سيارات وتسعيرة وخير ودنيا، الله يطول عمر اللي حطها، ونتمنى من الله ان الله يعطينا شيء منها. امين ان شاء الله. اشوفك انت جاهز ومحضر في الشوط الثالث، والشوط الثالث بعد شوط سيارات. العلوم ايش هي؟ والله طال عمرك الشوط ما حد يقدم الا مش في السيارة، والشيء حظ، حظ ونصيب. انت شفت اللستة وشفت الاسامي؟ لا ما يخليني بغض شوفها، اشوفها لاني اهيبها، لا ريتها جاني ارتبكت منها، ابغى افارقها الى اشوفها بالتعظيم. على طول؟ على طول. زين، من اللي قاعد يعني من اللي بيساير البكره اليوم، انت ولا الشباب؟ من اللي موجود اليوم؟ يسايرها محمد. محمد؟ اي. ناخذه، تعال محمد. محمد يعني محمد اليوم صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور يا مرحبا. اليوم نشوفك يعني مضمر مو معلق. الله يطول عمرك، لا هو القلب الكره في ملعبي وهو الخير والبركه. طيب توجهات عنده ومسايرة عندك، كل شيء عندي. الله يوفقكم إن شاء الله، فاكم الناموس. فأنا وفالك الله يطول عمرك. طبعا المشاعر تختلف لما تكون أنت في الباص وتعلق على الشوط، ولما تكون أنت موجود في يعني في نص الحدث وأنت للضمر وأنت يعني مطيتك هي اللي تشارك. أكيد أكيد، شعور أكيد حماس وأعصاب. نسأل الله التوفيق لنا ولكل المشاركين. من اللي راح يعلق على شوطك؟ والله ما أدري، أحد الزملاء عندهم. شو تقول له؟ أقول له يشد حيله، والحيادية أهم شيء، حتى لو أنها مطيتي وأنا أعلق عليها الحيادية. أبو عبد الهادي صبحك رب الخير، السيارة عند من؟ عندي اللي الله قاسمها لها إن شاء الله. توقع أن أنت اليوم إن شاء الله راح تأخذ السيارة؟ لو ما أتوقع ما حضرت معه، ولكن هذا كل واحد منهم متوقع أنه يأخذ السيارة. السيارة عندي إن شاء الله. وتقولها بكل ثقة؟ نعم. كبير. ما حد يروح للسيارة إلا واحد واثق من نفسه. إيه؟ عند اللي بحالف الحظ، هي حظ ونصيب. حظك اليوم وشو؟ ان شاء الله انه طيب. شوفتكم ان شاء الله انه طيب، واذا فزنا نطلب منكم مقابله قبل كل شوط. سياره عند من؟ السياره عندنا ان شاء الله. اي حلو الثقه هذه. شوف اسامي صعبه اليوم، ونشوف في مضمرين كبار في السن مخضرمين، ياخذ نصيبه ان شاء الله. نتوقع ان شاء الله تكون عندنا. حلو حلو حلو. سياره عند من؟ والله عند اللي كاتبها له ربي. امين. ما عجبني الرجال هادي، خلينا نشوف السايق. سم مرحبا ومسا ابقاك الله، امسك المايك. صباحك الله بالخير. صباحك الله بالنور، مرحبا. جاهزين؟ جاهزين ان شاء الله. السياره عند من؟ عند محمد. كفو. اي هذا التحدي اللي احنا نبيه. زين، في اسامي صعبه اليوم موجوده وجاهزه. هو اصعب منهم كلهم. اسم صعب. نعم. رقم صعب. الجيل الجديد. الله. السياره عند من؟ والله اتوقع عند السيل. السيل اتوقع. حمد عبد الهادي. نعم. السيل جاهز ان شاء الله، نقول جاهز بنسبه 60%. 60% اتوقع تخليه ياخذ السياره. اذا الله سبحانه وتعالى قاسم اللي ياخذ السياره خليت. ايش فيك اليوم؟ يعني انا دائما يعني تكون نفسيتك احلى واكبر يعني ومتحفز اكثر، اليوم هادي يعني مش اللي متعودين عليه. لانك ما انت براعي هجن، لو انك راعي هجن سمعت وعندك مطاين سبق ومحضرها في الشوط الاول ما قلت ايش فيك. الانسان مشاعر واعصاب ومواقف، فإذا كنا في ذا الموقف هذا كان حن في حالة حرب، ما عاد صارت رياضة. هذا الحفوز نعم عالية. نعم، نعم، الرجل اللي ما يتحمس في هذه المواقف هذه أوقف عن التعليق في الموضوع هذا. ننطلق اليوم ونستمتع في سباقنا ومحلينا الثالث. عليه الرقم واحد، عليه الرقم الصعب. حيو حيو حيو، جود مورنينج للسيل. السيارة الثالثة مع البريدي. حيوه يا جمهور، حيو حيو البريدي وحيو السيل. الله. ناموس يا مرحبا. مساء الخير. يعني مساء الخير، الله يطول عمرك. ناموس يا شباب، مساء الخير، الله يحفظك. مرحبا. تلفون ومايك وجاك ترشيح قبل مرحب. الشوط وما شاء الله يعني تبارك الرحمن خذيت الشوط ولا كاسر التيم. اللهم لك الحمد. ناموس مساء الخير، الله يطول عمرك. هي الحين الضحكه موجوده مو قبل الشوط، قبل شوي بعد توتر شوي الاعصاب. نعم. ناموس مساء الخير، الله يطول عمرك. شوف الكاميرا هناك 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 اللي اختارهم طايحه، جيب لي اياه جيب لي اياه.
جيب لي اياه، يعني شوف ولدك يضحك وغرزته طايعه. تستاهلوا الناموس. تستاهل خير الله يطول عمرك. وجاكم ترشيح قبل الشوط. نعم. واسامي يعني قالوا تنسيل اسم صعب ويخوف، ويتوقع انه ياخذ الشوط، كان من اخواننا العمانيين. نعم. كانوا مشاركين معاكم. نعم. فيعني جميل جدا المشاعر هذه، لا ويرشحونك وهم معاك في نفس الشوط. شو الرياضة هذه اللي الكل يبارك للثاني ويقدم الثاني على نفسه؟ والله هذه رياضة الآباء والأجداد، ورياضة طال عمرك من عرفها ما عاد خلاها، ويندم على خصوصا اللي في نصف المشوار، يعني في أو آخر التسعينات أو في نصف التسعينات عرفها، تمنى أن عرفها من قبل. جميل جميل. نعم. جدا. طيب هذه أول سيارة لكم اليوم في المهرجان هذا؟ نعم، اللي هو في المحل الثالث. نعم. حلو. توقع في سيارات اخرى ثانيه راح تكون موجوده باذن الله ان شاء الله؟ يعني نشوف الفرحه، اهم شيء الفرحه هذه اللي احنا نشوفها. نعم. انت شو تقول لجمهورك؟ والله اقول طال عمرك اللي وعدتكم به صار، وهذا توفيق الله. انا اعلمك ايش يقول. اي يقول سهينا في الملتقى سلف، عنده علوم وضيع علوم. الله يوفق الجميع ان شاء الله. كفو، عنده علوم وضيع علوم. كفو كفو كفو. ولمسة الوفاء لهذه الحلقة للسيد مبارك بن عبد الله بن سفران في فقرة الأوائل. مبارك بن عبد الله بن مسفر آل سفران المري، ونرحب بكم في محلكم الثاني. يا مرحبا يا مسهلا. تسألون بداية مع الهجن من الأبرقة إلى دحين، وأنا مع الهجن من الأبرقة. والله يا أخوي ما على عصر ناصر المقارح الله يرحمه، وحياة جهويل الله يسكنه الجنة يحمنه، ومع أحمد القطيان، مع الشبان الأولين، ترى ما أنا بصغير أنا حدهم وجانهم، ومن الأبرقة. والحين احنا مستمرين. عزل هج كان عندي ناقة قال لها الهدة، هذه راحت صوب شو اسمه صوب الرئاسة. وعزم عندي واحد قال الهدة، قال لها وعد عندي الشيخ محمد بن خليفة، هذه عزم عندي من الهجن. الهدة في رصيدها 9 سيارات أو 10، وذيك في رصيدها أظن 4 سيارات أو 3 أو 4. والحين عندي هجن سباق، عندي كلها إنتاج سباق، عندي بكار وعندي قاعدة. شوف الشباب الأولين ما حد منهم الحين موجود عندنا، كلهم شباب من الأول. طال عمرك حياة جهويل الله يسكنها الجنة، وحياة ابن قطيان الله يحميه، وحياة نصر المقالح اللي كان معيهم اليوم ما عندنا أي، وش اسمه وناصر بن حشيفان للحين موجود ما يبين على الشاشة، لكنه من خلف يشتغل خلف الهجن، يبيون الشباب العيال، ولا هو من دسه. شوف ده أدريبه، أدريبه الحين هو اللي يدرب موجود. الشحنية فيها فرق، تطورت الهجن، تطورت السلالات واستقوت الهجن فيها، وصلحت الدور الله يطول عمر الشيوخ، ودعموا الهجن بالركاب، ركاب الشيخ تيمي الحين الله يطول عمره، ترزقوا منها الناس العالم كلهم، تقوت السلالة، واعتنوا الرجال في الهجن في ركاب السلالة. الفرق فيه فرق. جزاكم الله خير، وأشكر تلفزيون قطر على المناسبة وعلى الجوائز، والله يطول عمركم ولا يهمكم. يا ما حلاها لا اطلقوها بمضمار، حمرى البكار معربات السلايل، كانها بنات الريح لثوار النار، تطرب عيون شيوخنا والقبائل.
فقرة مميزة جدا بهذا الصوت الجميل، صوت الفنان عيسى أحمد، فنان القطري أول ومن أول من غنى في الهجن في بلادنا الحبيبة قطر. عيسى أحمد مواليد 65 من منطقة المرقاب، يا هلا مرحبا فيك فنانة. يا هلا بك، وتشرفت بحضورك ووجودك ووجود الإخوان الفنيين. أبو أحمد، في البداية يعني فنان مثلك وقطري وتكلمت وأول من غنى عن الهجن في التسعينات، البداية شو اللي خلاك تدخل عالم الهجن؟ والله أنا أعتقد أن يعني أصدقائي وأحبابي اللي كان لهم في الهجن سمعوني يعني ساعات، يعني كانوا يجيبون لي بعض القصائد ودندنها يعني معاهم، فحبوا أني أسجل شيء للهجن يعني وكذا، وبالعكس هذا تشريف يعني، فتشرفت أنا لما سجلت أول مرة حق الهجن، ولله الحمد حسيت أن أيضا هل الهجن اللي يعني مزاجهم مو بسيط يعني مزاجهم صعب، حسيتهم يعني انطربوا على صوتي شوية، فهذا كان لي شرف. زين، خلنا نتكلم على أول أغنية غنيتها في الهجن. والله أول واحد حتى شجعني لأني أغني أغنية عن الهجن هو أخوي سالم طالب المري، وجاب لي قصيدة وقال لي، قال لي عيسى أبيك تسجلها بصوتك، واللي قبل شوي دندناها اللي هي ما حلاها لطلقوها بمضمار حمراء البكار معربات السلايل، فولله الحمد يعني سجلناها في إذاعة قطر ونالت على إعجاب الشباب هناك في مركاض الهجن. أبو أحمد، كيف بدأت العلاقة بينك وبين سالم طالب المري؟ يعني شلون بدأت العلاقة بينكم حتى أن طلب منك تغني هذه الأغنية؟ أخوي سالم كان ذيك الأيام أعتقد كان يشتغل في التلفزيون، وتعرف التلفزيون دائما يطلع لي أنا أغاني، فيمكن سمع أغنية تلالة في السماء اسمها تلالة، اللي هي من الحان أخوي محمد المرزوقي ومن كلمات خليفة جمعان، فيعني هو حس إنه ممكن أنا أدي أغنيته يعني أداء حلو يعني وكذا، فجاني الإذاعة وطلب مني إن أنا أسجل الأغنية، وأنا كان لي الشرف إني سجلت. أبو أحمد، على طاري تلال، إحنا ما نبي نتجاوزها، هذه الشلة اللي تتكلم عن الوحدة الخليجية واللي أنت اشتهرت فيها والكل عرف عيسى أحمد أكثر وأكثر، نبي نسمعها بصوتك. تلالة في السماء اسمها تلالة، خليج العز وازداد بجماله، تربى في ثرى ناس أصايل، وقالوا لا ما نرضى بدالة، تلالة في السماء اسمها تلالة. الله عليك يا أبو أحمد، يعني صوت جميل جدا، أنا قاعد مستمتع في هذا اللقاء. خلنا نرجع شوي إلى عالم الهجن، بدايتك وانطلاقتك مع سالم بن طالب، ومن بعدها غنيت مجموعة من الأغاني الجميلة جدا عن عالم الهجن، وكان في تعاون بينك مع ملاك ومضمرين معروفين خاصة منهم الشعار، وغنيت مجموعة من الأغاني. خلنا نتكلم كيف تفاعلك مع عالم هل الهجن ودخلت وياهم، مع أنه ذيك الفترة في التسعينات كان شوي صعب التعامل مع هل الهجن. والله أيضا عقب ما غنيت هالأغنية اللي هي حق سالم طالب المري، طلبني الشيخ حمد بن جاسم فيصل، سعادة الشيخ حمد رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، نعم فطلب مني أن أغني بعض الأغاني أيضا للهجن، فبالفعل عرفني على أخوي بخيت بن قريع المري، وغنيت له قصيدتين زين مرواح الهجن والشمس حية، وحتى في بيت يعجبه دائما لما يشوفني يقول لي شو يقول هالبيت شو يقول هالبيت، دائما اردد للبيت نفسه. يعني اي بيت نبي نسمع؟ يعني انا بيسمح البيت. والله بما اني طبعا انا
يعني ما احفظ فجبت الكلام معاي على اساس اقول لكم. هذه الاغاني كلها اللي تغنيتها في الهجر تقريبا؟ لا جزء منها والله، بس باقي يعني بعض الكلمات مو عندي، مش موجوده عندي. طيب يقول عزتي له راعي الهجنه الرديه زارع زرعه وهو ما له خلايف. انا اشهد عزتي له. فهذا البيت تقريبا يعني دائما يقول لي ها عسى ذكرني بهالبيت وكذا وذي، فمبسوط من البيت هذا يعني. زين نبي نسمع الاغنيه اللي فيها هالبيت. زين مروح الهجن والشمس حيه لغدت مثل القطا زلال وصايف، يا حلا مرواحها معجر هدية تبري من القلب عوقه والكلايف، شوفها طب الجروح الداخلية لن تحاش ملولها فوق الحتايف، عزتي له راعي الهجن الردية زارع زرعا وهو ما لا خلايف. الله 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 الله. حبيبي يعطيك مليون عافية، من أجمل اللقاءات اللي أنا سويتها في هالبرنامج، يعني جدا نستمتع بهالأصوات الجميلة وهالأبيات الجميلة. طيب أبو أحمد، هل تتفاعل مع هذه الأبيات؟ يعني الأبيات اللي تتكلم عن الهجن ووصف الهجن، كيف تفاعلك معها؟ والله في أحلى من الهجن؟ يعني طبعا ما في أحلى من الهجن، ويعني لو 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 كان في أحلى يعني ما كان في أحلى من الهجن كان العالم يعني التفتت إلى أشياء ثانية يعني. بس شوف أنت الناس اللي مهتمين بالهجن والناس اللي مثلا يعني حاطين كل وقتهم للهجن وكذا وهذا، فبالعكس أنا واحد منهم، يمكن أنا أعشق الهجن حتى لو مش من الملاك يعني. بس مرة أتذكر من الطرائف حتى يقول لي سعادة الشيخ حمد، قال لي يا أخي أنت غنيت وايد عن الهجن، فليش ما شريت لك شيء دخلت السباق أو كذا وهذا. فكلمت أخوي بخيت من قريعة أتذكر، قال لي خليك بعيد أحسن لك. ما أنت بحول الشغلة. أنت وش رايك؟ والله أنا صحيح يعني سمعت كلامه. طيب دخلت في الانتاج وابتعدت شوي عن الأغاني. نعم والله أنا يمكن اهتميت فترة من الفترات في انتاج وانتجت مسلسلات واهتميت أيضا في بعض الفنانين، ويمكن على رأسهم الفنان عيسى الكبيسي، انتجت ألبوم، الألبوم الأول الفنان عيسى الكبيسي، وأيضا أنتجت مسلسلات مثل مسلسل درب الخطايا وبعض المسلسل الولد المنغولي، وأيضا طلعت برا وأنتجت أيضا في سوريا. فشوي هذا الشيء يمكن خذني عن الفن. زين أبو أحمد، الحين يعني مع عصر التطور وعصر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، الحين الفنان ما عاد يحتاج لشركات إنتاج ضخمة لتنتج له، الفنان يقدر يعني ينتج له سينجل أغنية وتنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ما فكرت أنت في هذا الشيء؟ يعني تنتج شيء جديد خاصة في الهجن، يعني المجال اللي أنت أبدعت فيه والكل حبه، وأنت شايف هذا الدعم الكبير والمهرجانات الكبيرة اللي قاعدين نعيشها في قطر، وتشوف يعني هذا الإقبال الكبير على هذه الرياضة والدعم الكبير، ما فكرت بشيء جديد، تطرح شيء جديد؟ والله أنا بعد اللقاء هذا صراحة وحسيت أن لحد الآن يعني هل الهجن ومتذكرين واحد اسمه عيسى أحمد أنه غنى مثلا أغاني للهجن وكذا وذي، فهذا أعتقد أكبر تشجيع لي أني أرجع مرة ثانية إن شاء الله وأسجل وشغلات جديدة للهجن إن شاء الله. يعني هذا وعد مني يعني، لأنه بصراحة يعني أنتوا لقاكم هذا كثير يعني أصريت فيه والله، أنا يعني شجعتوني بما معناه يعني. معناته أبو أحمد إن شاء الله راح نسمع لك شيء جديد ويكون حصري لنا في برنامجنا ميدان الهجن. والله لي الشرف، لي الشرف بالعكس، وإن شاء الله يكون لكم حصري.
ابو احمد خلينا نتكلم على الاعمال الوطنيه. احنا شفنا الفتره اللي طافت خاصه خلال السنتين اللي طافت بروز اعمال وطنيه جميله جدا، انتشرت انتعاش كبير في سوق الاغاني الوطنيه. وينك من الاغاني الوطنيه ابو احمد خلال هذه الفتره؟ والله انا سجلت كثير من الاعمال الوطنيه بس حصريا لاذاعه الريان. فأما قديما سجلت كثير يعني لإذاعة قطر وتلفزيون قطر، ومن ضمن الأعمال الوطنية يمكن تتذكر يمكن أغنية دارنا دار المروة والكرم واحة التاريخ للسائل دليل. نبي نسمعها نبي نسمعها. دارنا دار المروة والكرم وحتى التاريخ للسائل دليل، وحتى التاريخ للسائل دليل، زينها ولعلها وبلا المطر واخضرت رضانها عقب المسيل، واخضرت رضانها عقب المسيل. نشيد عن ديرتي دولة قطر أهلها وافين جيل بعد جيل، أهلها وافين جيل بعد جيل. أداء جميل وصوت أجمل. يعني أنت صريت فنان نعيس أحمد أن يكون اللقاء هنا في سوق واقف في فندق البدع، ليش؟ والله في فندق البدع لأنه في سوق واقف، وأنا لأن من صغري يعني من الناس اللي يعني كنت أتردد كثير على سوق واقف يعني مع الوالد الله يرحمه، فأحب سوق واقف يعني حب في القلب في الدم يعني. شو الذكريات اللي تعيشها هنا في سوق واقف كل ما جيت في هذا المكان؟ تتذكر علمنا أجمل الذكريات. أتذكر بعض الشغلات اللي يعني كانت وما زالت يعني مثل بعض الأماكن القديمة مثل أوتيل بسم الله، كنا يعني تقريبا نجي يوم الجمعة على أساس كان عندهم سكريم كذا صناعة محلية يعني شيء طيب يعني وكذا. هذا أتذكر بعض الأماكن اللي موجودة في سوق واقف اللي لحد الآن موجودة، وبعض الناس أيضا اللي في سوق واقف اللي نعرفهم يعني. فنان نعيس أحمد، حلوة هذه الذكريات الجميلة، وإحنا وصلنا معاك لنهاية هذا اللقاء. أحمد قبل ما نختم، شو الذكريات اللي ما راح تنساها أبدا وعشتها عند ملاك الهجن؟ والله يمكن أكثر أغنية هم حبوها مني ملاك الهجن اللي هي هيا راكبين العسايف، اللي هي كلمات أخوي وصديقي عيسى بن علي المناعي وألحان ظافر يحيى. هذه الأغنية تقريبا يعني لحد الآن تتردد عند ملاك الهجن. إذا كل الشكر لك الفنان القطري عيسى أحمد، أول من غنى للهجن، شكرا جزيلا على هذا اللقاء. لكن راح أطلب منك أغنية يا راكبين العسايف نختم فيها هذا اللقاء. مشاهدينا خلونا نسمع هذه الأغنية ونطرب بها أذانينا. يا راكبين العسايف زاني مرواحهن بالسلام، لمري شيخين على الكل نايف برق العز نشا الغمام. ضيف جديد في فقرة بدون تحفظ، معروف عنا جرأته في الكلام، السيد عبد الله بن علي بن كاظم المري، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. وعلي يعني معروف عنك انك جريء في اجاباتك في طرحك، اليوم راح تكون جريء؟ راح تحفظ ولا ما راح تحفظ؟ ان شاء الله اللي ساير بقوله. طيب مصباحك هذا نبيك تحطه في مخبارك، نبيك تفرغ لنا بالكامل اثناء اللقاء. ولا يهمك. وعلي راح نبتدي معاك في أول 5 أسئلة، تؤيد أو لا تؤيد. أثناء الإجابة إن كنت تؤيد
تاخذ اللون الابيض وتحطه هنا على الدائره، لا تؤيد تاخذ اللون الاسود وتحطه هنا في المربع. جاهز؟ جاهز. السؤال الاول، تؤيد او لا تؤيد وجود جمعيه خاصه بملاك الهجن؟ أؤيد. ابو علي، تؤيد او لا تؤيد توثيق العقود بين المضمر والمودع؟ أؤيد. تؤيد. تؤيد او لا تؤيد ان يحصل المضمر من الوداعة على 50% من قيمة البيع؟ أؤيد. تؤيد او لا تؤيد ان يبدأ الموسم شهر سبتمبر شهر 9؟ والله هذا الوقت يتغير. تؤيد او لا تؤيد؟ ما أؤيد. تؤيد او لا تؤيد مسافة 8 كيلو لأشواط السيوف تكون 10 كيلو؟ ما أؤيد. ابو علي، تدري ان انت اول واحد يجيب بسؤالين بعدم التأييد في البرنامج؟ والله انا على خبرتي للهجن و أكثر من 8 كيلو ما منها مسرة للمطية. طيب، 5 أسئلة هذه، هل هناك نقطة تبي تتكلم عنها؟ أنا ميد في نقطة هنا اللي هي الجمعية حقت الهجن هذه. فهذه نبغى تكون للملاك يعطون حقوقهم كلها. جميع ما هو مشترك في ذا الريس له حق. المفروض أنها إن شاء الله نتمنى من الله أنها تكون علشان كل واحد يعطي حقه. حقوقكم لا تعطى؟ نعم. لكم؟ لا، حقوقنا فيها حقوق ما نعطيها. أبو علي، خلنا نتكلم عن هذه الأمور وأمور أخرى راح نتكلم فيها معك، لكن بعد قليل إن شاء الله. رجعنا لك أبو علي مع صديقة البرنامج جينجا. تعرف جينجا ولا ما تعرفها أبو علي؟ والله بنجربها يعني. طريقة لعبها بسيطة جدا، تحرك قطع خشبية من الأسفل إلى الأعلى، مستخدم يد واحدة. الهدف منها تظهر القطعة المكتوب عليها كلمة تحفظ إن شاء الله. فراح نبتدي سوالف وياك وأنت تلعب في جينجا. جاهز؟ جاهزين إن شاء الله. يلا بسم الله. أبو علي، خلنا نتكلم على بدايتك. 83 ركاب إلين 86. والله عاد وقتنا ثم محتدين على نحن نركب غصب، ما كان فيها آليات ولا كان فيه ولا كنا متطورين يعني نفس الحين. اي واحد كان يركب وعادي تركب حلال مو بحلال الشايب الله يرحمه ويغفر له ان شاء الله. والله ننفع ربعنا، معنا مو بنا الوالد الله ان شاء الله يسكن الجنه ان شاء الله، هو اللي من لما حد كلمني قال الله اركب عنده رفيقنا، والواحد ما يخلي رفيقه معنا احنا نتعب شوي يعني. يلا بالهجر اللي عندك. وبعدين ما ابغاك تذكرني ايام راحت يا اخي، صعبه علي شوي. حلوه يعني كانت الايام هذه؟ والله حلوه لغيرنا ومكلفتنا علينا. اشوفك يعني والله ان شاء الله نشوف ان شاء الله. اظهرتها هم رجعتها هم في امور طيبه لازم نعذرها. طيب، خلينا نتكلم بدايتك في التضمير سنه 92. بدايتك والتضمير تضمير أضمر والعلم هو عندي عند أبوي معي يعني، بس ما اتكلت على روحي إلا من 2000 ورايح. من 2000 ورايح الوالد كان موجود؟ موجود وخلص، شاف أني طريقتي أنها معجبته وأنها ريحته خلاص. زين، أنا أبيك ما شاء الله طلعت تحفظ إن شاء الله، جاهز لك على الخط. طيب، خلي المشاهدين يشوفون تحفظ جاهزة. أبو علي، قدمت بواسل والدوحة وهدف ومزنة وسلام ورياض ومتعب والأسماء تطول. نعم. هل ترى نفسك مضمر ناجح؟ والله إن شاء الله أني ناجح وفي ناس أحسن مني بعد. من الشخص اللي أنت ترجع له؟ والله في ناس يعني محتفظ فيها نفسي شوي يعني، لو صعبت علي الأمور اللي هنا ترجع له؟ أرجع له يعني أن أخذ منه معلومات. من هو الشخص الذي ترجع له في التضمير؟ والله يا أخي شخص خاص بي تحفظ. حطني أنا أدري أنك تبغى تحدني على شيء مالي. إذن هذه تحفظ وخلصنا منه. هذا أول سؤال، ما تبي تذكر الشخص اللي ترجع له.
بس يعني هناك شخص ترجع يعني له؟ أرجع له في أمر يعني متصعب علي، ما في شغلة، ما اللي يقول لك إنه ما شاور أحد ما هو بصدق. كل له واحد وله اثنين ويا خلل، كلنا نساعد بعض وكلنا يغطي بعض. أما ترتيبات خاصة بالسبق وذا أعتقد ما حد معطيك يعني. وش تقصد؟ يعني ما حد ما راح يعطيك فائدة إنك تكون يعني أحسن منه ولا مثله. تسبقه. أي نعم، هو أهم شيء روحه وعقبه أنت. ما حد يعطي أحد. يقل له. أنت واحد في المية يمكنه يحبك ويصفط لك. أنت أصفط لحد وتعلمه ب. بعطيه برنامج هو بيفهم الوضع، ولا لم بعض الأمور بقول له لا تحرجني فيها. يعني بتعلمه ولا ما أنت معلمه؟ العلاج ما أنا معلمه. كعلاج ما أنا معلمه، بانفعه ولا أنا معلمه. وأنا أحبه وهذا بحلف له بالله يا ذا إني أعطيته مطيتي. من وين تجيب العلاج؟ العلاج أنا بأخذه بعد واحد بعد يقول لي ما تذكره بعد. ما أنا براح الناس، هذا سر يعني. الأمور لازم لها فيها تحفظ يعني. جميل. بعدين أنا الله يرحم والديك أنا لازم أدور لي واحدة ثانية توكلي بي الأسئلة ذي الثانية ذي. إيه بس يد واحدة، استخدم يد واحدة. إيه بس أنا تو قبل شيء تقول ما تبي ما يحتاج. والله ما شكيت إنك من بداية الأمر يعني. طيب أبو علي، نزلت اللائحة التنظيمية الجديدة للجنة المنظمة لسباقات الهجن، وش رأيك فيها؟ بيض الله وجهك، أنت فتحت لنا الموضوع. اللائحة هذه شوي فيها أشياء مهمة من صالحنا. مو من صالحكم؟ لا. من أنتم؟ احنا أهل الهجن، احنا الشريحة ذي، شريحة أهل الهجن هذه مهمة من صالحنا. طيب ودي أنا تسولف وتركز مع جنقة. ما أقدر أركز مع هذه وأنا قاعد أسلم معك، لأن هذا الموضوع هذا شوي مهم علينا. قول إيش عندك؟ أي موضوع، أي موضوع مهم عندك تقول؟ احنا نبغى يعني مثل ما هم يقولون مطية تسجلها ولا تركضها، أول شيء من بداية الموسم يأخذ علينا حلفه ان المطيه اللي تسجلها انك تركضها الا يصير عليها عذر. حلفه موسميه نفس الموضوع. حلفه موسميه، ولا حد راح يسجل مطيه ويفجر دين حلفها لله وتفجر. يا اخي انت ما ردنا وين؟ ما ردنا ان هذه الدنيا هذا كل بها في ذمتنا اللي احنا سوينا ذي كلها امانه. عاد خلاص انت خذها انت ديني وخذها انت ايش حمت رقبتي الدين على المصحف ومع السلامه. ما حد راح يفجر ان شاء الله انه يسجل مطيته وتلعب الدعوه انها سجلها ولا يركضها. ونفتك في الغثاء ما قد لاقط هم امست ولا مع حراره ولا اصبحت الصباح باسر رحها وقست حرارتها انت مع حراره. انت تقصد اي فقره في القانون بالضبط؟ يعني مطيه مسجله ولا ركضت، مثل اصبحت الحين شدنا عليها باسر رحها اركضها. شفت المطية وجهها مو عاجبني، قست حرارة عند معها حرارة، شلون أروح أفصلها؟ مريضة أروح أحلف؟ أنت محلفني محلفني، أحلفني مرة واحدة وأحضرها، أنا بحلف عندك مرة واحدة وخلاص. هي لو أنها طيبة ما عودت من الدورة، صراحة صب الدورة وصراحت وراها ركضت وراحت. الحين انطلق الشوط، قامت المطايا واحدة طاحت والأخرى لفت على هذه ولفت بلانكتك ورجعتها ولا قعودك ورجعتها، جودوها يلا تدفع فلوس وتحطها اخر شوط. طيب انا فاكه في الشوط الاول سياره، ايش تبي انت؟ بحطها بالشوط اللي عقبه، شوط السياره اللي عقبه. ما الله قسم لي الشوط الاول، يمكن الله كاتب لي السياره في الشوط الثاني، الله كاتبها من الغيري للشوط الاول ذا. لا ردك اخر شوط، شوط النقدي، يعني يزعلك الشيء هذا ويزعل المشاركين في الشوط نفسه؟ انا احلامي كل بيها وافكاري كل بيها بركض في سياره، ابغى لي سياره تعوضني خسائري يا اخي. جائزة سيارة 300,000 والثانية 10,000 ريال، يعني مدل 300 راح أركض في شوط سابقها 10,000 ريال ولا 20,000 ريال. يعني هذه النقطة. نعم. في شيء ثاني؟ نعم، مثل صيانة الدورة. أنا عندي اقتراح، شيء يكون تطور للميادين، تطور للجان، تطور للميدان ذا. أول شيء يكون فيه هنا في نص الدورة شركة مختصة بصيانة الدورة، مرتبة لها الدناكر وتوايرها اللي يتابع أرضية الدورة، ما هي بوايتات الواحد منها تايرها تقول تاير جيب، لازم تواير عراض
تعينها تويرها الاعراض هذه علشان ما تنزل في الدوره ولا تسوي تمويج في الدوره فوق وتحت، وتوانكيها ما تصير كبار، تصير وزنها ثقيل، تصير خفيفه، خفيفه تويرها اعراض ما تخرب الدوره، ويكون فيه طال عمرك هنا شركه كامله لها للصيانه، فيها فرمانيه وفيها مسؤولين وفيها رجال يتحمل مسؤوليه الدوره. يعني اي خلل في الدوره ولا اي حصى في الدوره ولا اي شيء هو اللي يتحمله. يعني معروف مبناها، معروف كل شيء معروف. الصيانه الان اللي تحدث الان مش عاجبتك؟ ما حد، اول شيء لو عينت غلط ما انا بعرف ان حد نكلمه ولا لهم ارقام ولا له مكان. يا اخي الدوره هذه بعض احيانا عين فيها حصى، عين فيها لقيت محل ناس. فيها حصى؟ نعم. متى؟ لقيت السنه هذه فيها حصى، والعام لقينا في حصى عند ال 500 متر. يا اخي يكون لهم رقم. تواصلتوا مع اللجنة؟ يعني فورمان، رقم الفورمان هذا هو موجودتك الفورمان وتروي. تواصلتوا مع اللجنة؟ ها؟ بلغتوا اللجنة؟ حتى اللجنة ما به مكتب لهم خصوصا ان نحط بلاغ الامور عنده، احنا نبغى لنا مكتب، اول شيء صوتنا يصل للمسؤولين ويصل للمفوق المسؤولين. يعني انا يتحمل المسؤولية. انا استشف من كلامك ان اللجنة منظمة مسابقات الهجن ما في تواصل بينها وبينكم. ما في، احنا يلا بالتواصل هذا حتى عندنا منير وعندنا الامور هذه. الباقي كله بيه ما بتراجع. اعضاء اللجنه يجي انت الكونترات يجي انت صعبه المرقه راح المنير فيها الخير والبركه، ما قلت لا، بس حنا نقول يا اخي لازم الصيانه هذه. اعضاء اللجنه يعني انت الحين معنى كلامك ان اللجنه مسكره بيبانها ما فيها احد ولا ما حد يداوم؟ يعني ما مبنى اللجنه يعني مبنى اللجنه اللي نروح صوبهم هناك مبنى اللجنه الا نروح لمبنى اللجنه. طيب انا عينت لخلل هنا اسرح للجنه، مشغول عندي تفحيم، عندي ما في ارقام تواصل بينك وبينهم، ما بيردون على التليفونات لان العالم يتصل عليه. اتصلت انت؟ لا تقول العالم، خلنا نسمع. احنا اتصلنا مو بنفس الموضوع هذا، بعض المرات نتصل في مواضيع النا تخصنا الهجنة ولا يردون عليه. في خط ساخن للجنة؟ ما في خط ساخن، فيه جوال تدق عليه ما يرد. الجوال اللي هو الخط الساخن اللي هو جوال الخاص تتصل عليه ما يرد. ها، مكاتب اللجنة المنظمة اللي في الميدان للتسجيل وللتحويل ما عندنا مكتب حق شكاوي لهل الرئيس. يا اخي يحط لنا مكتب يا اخي، كل رجال صار عليه موضوع مشكله ياتي الرجل هذا واصله، بدل ما انا بسرح هناك ولا بتكلم مع عبد الله ولا بتكلم مع الثاني، اتكلم مع الرجل هذا يكتب اللي هنا ويودي، وبكره اللي جيته يعلمني ويسر على موضوعي. مبنى اللجنه طال عمرك هناك اللي جيت انت حيت انت اجتماع المدير مع اجتماع في اللي جيته كلمته قال ان شاء الله شهر ولا شهرين ورد عليك الأمر ولا تعين الأمور إن شاء الله. وهيها يستقبلونك هناك؟ يستقبلوني أحياناً وأحياناً بيقولون اجتماع، أقلبية الروحات كل بيها اجتماع في مواضيع هناك المجينة باجتماع. أنت رحت؟ أنا رحت في موضوع يخصني أنا ولا مش قابلوك ولا لا؟ قابلت المدير، طلبته في موضوع يخصني وقال إن شاء الله بعد شهرين إن شاء الله بيتم. ما تم، جيته هذا الموسم العام وجيت السنة هذه قال إن شاء الله شهر 9 آخر 9 إن شاء الله بيتم. راحت 9 قلت إحنا لا في شهر 10. كل ما كلمته في موضوع هو بيعرفه الحين بيدري إيش موضوعي اللي أنا أكلمه فيه، ولي هالحين أكثر من 25 سنة في ذا الموضوع اللي أكلمه فيه ولا راح، لا هو اللي قدامه. إلى ما سرنا مكتب لجنة يأخذ شكاوينا ويراجع بها اللجنة هنا مشت أو كيف ما مشت، يشوف اللي مفوقهم وما مشت يوصلها إلى سمو الأمير، كذا تنحل مشكلتنا. شايفين الغلط ولا نقدر نتكلم؟ وش الغلط اللي أنت شايفه؟ يا أخي شايفين الأمور ذا كل بيها، كل سنة جايلنا شغلة أشد من السنة اللي راحت. بعدين يا أخي المخالفات هذه، الحين سيارة غرامتها 50,000، طيب الثاني 50,000، إلى الخامس 50,000. يا أخي خلا باستدراجية، خلاص الله أمر على ذا وظهر راعي السيارة 50,000، الثاني إيش ذنبه أعطى مخالفة راعي السيارة؟ أنا ثاني ما أنا مخذ سيارة، يعني يخفض علي الضريبة ذي للضريبة اللي أنا منظلم فيها. الثاني ممكن إذا الأول صادوه مخالف الثاني يرتفع راح يأخذ السيارة. طيب أنا أقول لك هي المخالفة مخالفة، الأول طلع والثاني طلع، الأول راعي سيارة 50,000، طيب أنا ما أنا بسيارة، أنا ثاني، أنا العام أنا جاي ثالث و50,000 وأنا ثالث،
والثاني جاي ثاني على السيارة وخمسين ألف، هذه مية ألف. موسم إذا كل بيه ما جمعت فيه مية ألف، مية ألف ما جمعتها فيه. طيب انتهى الموسم، جاني من الجوائز والله وفق، وجاء رابع على السيارة وجاء رابع في الرمز، وكل بيها راحت جوائزه وكل بيها للمخالفات. السنة هذه يوم جيتهم قال عليك 47 ألف باقي. 47 ألف باقي من؟ من المخالفات السنة اللي راحت. الحين في واحد منها جاب له جائزة، وين بتروح؟ بتروح للتسديد. أقعد السنة هذه بادي في تسديد السنة اللي راحت، أنا مقيض وخاسر، اللي وراي ولدوني وعلى قد حالي ومن صار مضمرين. خلاص راحت السنة ذي، السنة الجاية عفني من الغرامات السنة اللي راحت، خذيها أنت والباقي عفني منه. أبو علي يعني ما شاء الله تحفظنا اليوم، راح بدون جنقة بدون حاجة حتى بدون ما أسهل، أنت استرسلت في الكلام. والله يا أخي إحنا هذا اللي مضايقنا يا هالهجن. طيب هذا صار مضمرين، هذا أنتوا مضايقكم. طيب هل هناك حسنات، هل هناك إيجابيات في رياضة الهجن عندنا في بلادنا الحبيبة قطر؟ والله عندنا أشياء أغلبيتها ما هي في صالحنا. حنا نتمنى إنهم يلقون بالهم لنا، إلهم يبغون صالحنا، يشوفون إيش المتطلبات اللي تصلح لنا، يشوفون الشيء اللي طيب خدمنا. هل أنت تواصلت مع اللجنة المنظمة؟ اقترحت عليهم مثل القت هذا حطوا قانون خمسة ريال. طيب القت هذا ما يجي نص ريال، فلازم انك انت تمشي على خمسة ريال. على كم الوزن المفروض؟ اقل شيء كيلوين. كيلوين الربطة الواحدة تصير كيلوين، وخذ فيها خمسة ريال، ما انا بحاستك، لكن عطني عوضني شيء. كانهم يعني انهم مضبوطين كيلوين، وان كانهم محتدين اقل شيء كيلو. صار بدون تحفظ بدون اسئلة، انت استرسلت في الكلام. شكرا لك عبد الله بن علي بن كاظم المري على هذا اللقاء. مشاهدينا ما زلنا معاكم، نواصل فقرات برنامجكم. موقع الأبرقة، منبر من منابر رياضة سباقات الهجن، 9 سنوات من النجاح والإنجازات الفريدة في خدمة التراث ورياضة الأسلاف. في 10/10/2010 كانت انطلاقته الرسمية بإدارة ورئاسة تحرير الدكتور عبد الله بن مطر آل ضابط. يحفظ الموقع أحداث رياضة سباقات الهجن بعناية واحتراف، ليس مجرد منصة إخبارية، بل يضم مكتبات ضخمة وأرشيفا فريدا لفيديوهات وصور أغلب السباقات في ميدان الشحانية والميادين الخليجية الأخرى. أكثر من 1,450,000 فيديو، أكثر من 620,000 صورة، أكثر من 470,000 خبر وحوار وتحقيق صحفي مصور، أكثر من 1,000 حلقة مصورة لبرامج متنوعة مثل عزبتي مع الفائزين وساحة الأبرقة. حقق الأبرقة أرقام قياسية في أعداد المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، قرابة 31,000 متابع على الصفحة الرئيسية للموقع في تويتر، قرابة 10,000 متابع على فيسبوك، وقرابة 23,000 متابع على سناب شات، ونحو 9,000 متابع على الانستغرام، وأكثر من 5,000 مشارك في خدمة الأبرقة على الواتساب، تصلهم روابط السباقات والأخبار يومياً، وآلاف المتابعين على التليجرام ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. زيارات موقع الأبرقة على الشبكة العنكبوتية تجاوزت 19,630,000 زائر، هذا بالإضافة إلى مجلة الأبرقة التي تحتوي أعدادها على كل ما هو مميز من تحليلات ومقابلات. موقع الأبرقة، مصدر الأخبار الأهم وديوان التاريخ الأشمل لرياضة الهجن في قطر. أخبار الميدان لهالأسبوع يعلق عليها محمد مبارك البريدي الهاجري. أول شيء نشكر سمو الأمير على الدعم اللامحدود لرياضة سباقات الهجن، ونشكر مؤسسة هجن الشحانية على أشواط تسعيره والجوائز القيمة التي وضعت لسباقات الهجن،
ودولة قطر ترحب بجميع الضيوف المتواجدين من أنحاء مجلس التعاون. أشكر مؤسسة الأمن الشحنية على أشواط التسعيرة التي وضعت الملاك الهجن، وهذه أشواط التسعيرة تعم بالفائدة على ملاك الهجن حيث يجتهدون أكثر لتواجد السبوق التي تنتقل ملكيتها لمؤسسة الأمن الشحنية. نشكر القائمين على مؤسسة الأمن الشحنية على انتقاء أفضل السلالات للهجن المشاركة. عتيم من أحد نوادر مؤسسة هجن أم الزبار، صاحب الخنجر العام في سباق المؤسس، وعتيم من الهجن التي يشهد لها بصمة ميدان الشحنية بصمة. ونتمنى التوفيق لمبارك محمد مصري المري في عتيم والهجن التي معه إن شاء الله. هجن الشقب مؤسسة دخلت عالم الهجن من أوسع أبوابه، دخلت في العام الماضي وحققت نتائج فوق الممتازة، حققت رموز، والميهولة من نوادر الهجن التي موجودة في الشحنية، ورشيدة ميهولة صاحبة رموز، ورشيدة العام صاحبة رموز. ونشكر المضمر الهادي سعيد بن هادي الشواني المحافظة عليهم، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله.